بيبدأ المسلسل سنة 1939 في لندن بمكتب توظيف، وبتكون الأنسة فيرا قاعدة مع موظف المكتب وبيعرض عليها وظيفة سكرتيرة في قصر السيد أوين أغنى أغنياء المدينة، وبيقول لها إن الوظيفة هتبقى في قصره اللي على جزيرة الجندي، وإن الجزيرة دي خاصة بالسيد أوين واشتراها في مزاد من الممثلين اللي كانوا طمعانين فيها، والوسيلة الوحيدة للخروج من الجزيرة أو دخولها عن طريق المراكبي، وبيعرض عليها فلوس كتير وبيديها مبلغ مقدما عشان توافق على الوظيفة، وبيقول لها إنه ما شافش السيد أوين قبل كده وكل اللي بينهم هي رسائل مكتوبة بس، وإنه طالبها بالاسم بسبب خبرتها ودراستها، وبتوافق فيرا على قبول الوظيفة وبتاخد القطر عشان تتحرك على أقرب نقطة تاخد فيها المركب للجزيرة، وفي نفس الوقت بيكون في دعوات بتتكتب لأشخاص كتير عشان يروحوا الجزيرة، وكل اللي بياخد دعوة بيتحرك على مكان المركب اللي هيوصلهم هناك، وفي منهم اللي بياخد عربيته وبيتحرك بيها، وبيكون في سواق متهور هيعمل حادثة في العربية اللي قدامه لكنه بيتفاداها وبيكمل طريقه ناحية المركب، وبيتجمع أغلب اللي اتبعت لهم رسائل عشان يركبوا المركب ويتحركوا على الجزيرة، وبيقول لهم المراكب إن في اتنين سبقوهم للجزيرة ولسه راجع منها حالا، وبتقابل فيرا جنرال جون والقاضي وارجريف المتقاعد والسيد فيليب وديفيز، وبينضم لهم في الآخر الدكتور إدوارد، وبيكون القصر بيتجهز لهم، وبيبقى المسؤول عن القصر هو السيد توم واللي يعتبر رئيس الخدم، وبتحضر لهم الطباخة روجر الغدا اللي هياكلوه، وبيوصلوا كلهم للجزيرة، وبيرجع المراكبي بالمركب بتاعه، وما بيكونش فيه وسيلة للخروج من الجزيرة إلا المركب اللي خده المراكبي ومشي، وبيقول لهم توم إنه هيوزعهم على أوضهم لحد ما يجي وقت الغدا يكون السيد أوين موجود معاهم، وبيظهر إن في كل أوضهم في قصيدة متعلقة على الحيطة بتتكلم عن 10 جنود اتجمعوا على العشاء، وواحد منهم شرق ومات فبقوا 9 جنود، وبيكون القصيدة تكملة بس فيرا ما بتقراش للآخر، وكل واحد في الضيوف بيفضي شنطته، وبيبان إن أنتوني مدمن مخدرات، وإن فيليب بيكون جايب معاه مسدس متعمر، وكل واحد من الضيوف بيحضر نفسه وبيلبس البدلة بتاعته عشان ينزل على الغدا، وبيفكر فيليب إنه يطلع سطح القصر بس توم بيحذره إن السطح ضعيف وممكن يقع من عليه وبلاش يطلع السطح، وكل الضيوف بتطلع الصالة والجنينة، وبتنضم لهم إيميلي وبتعرفهم على نفسها، وبيتجمع الضيوف الثمانية على ترابيزة الأكل وبياكلوا هما مستنين السيد أوين عشان يجي لهم، وبياخدوا بالهم إن في 10 تماثيل على الترابيزة، وبتقول لهم فيرا إن التماثيل دي بتدل على 10 جنود الموجودين في القصيدة المتعلقة في كل أوضة من أوضهم، وبيبدأ كل واحد فيهم يتكلم عن الحرب واللي حصل فيها وإن الجيش كان ليه دور كبير في الانتصار، وبيشارك في الكلام ديفيز وجون وارجريف، لحد ما بتتكلم إيميلي مع توم وبتسأله لو كان أوين هيتأخر عليهم وبتطلب منه يتصل بيه، لكن توم بيقول لهم إن مفيش أي تليفون على الجزيرة وإن المراكبي هو اللي بيجيب لهم الجوابات والبرقيات والمؤن اليومية، وواضح إن السيد أوين ممكن يتأخر عليهم عشان كده هيستنوا لتاني يوم أما المراكبي يجيب جواب منه أو يكون أوين نفسه معه عشان يقابلهم، وبيستغرب أنتوني من اللي بيحصل وبيقول لهم إنه جاي مخصوص القصر لأنه اتبلغ إن في حفلة مميزة هتتعمل ولأنه بيحب الحفلات قبل الدعوة، لكن بعكس اللي شايفه مفيش أي سبيل لأي حفلة مميزة هتحصل، وبيطلب من توم إنه يبلغ المراكب أما يجي إنه يخلي باله من عربيته اللي مركونة على المرسى، وبيفهم إدوارد إن أنتوني هو اللي كان سائق جنبه وكان هيخليه يعمل حادثة ويخرج عن الطريق، وبيطلب منه إنه يعتذر عن تصرفه المتهور، بس أنتوني بيقول له إنه كان سائق عربيته بسرعته المعتادة ومش ذنبه إن العربية اللي قدامه كانت ماشية بسرعة السلحفة، لدرجة إن لو جدته هي اللي سايقة هتسوق أسرع من كده، وإنه لو مش عارف يتحكم في عربيته يبقى ما كانش يسوق من الأول، فبيتعصب إدوارد عليه وبيغلط فيه لحد ما بيتدخل جون بينهم وبيهدي الموضوع اللي بينهم وبيسلموا على بعض عشان الأمسية تمر بخير من غير خناق أكتر، وأثناء كلامهم فجأة بيسمعوا حد بيتكلم من مكبر صوت في القصر، وبيتهم إدوارد إنه قتل واحدة اسمها لويس، وإن إيميلي قتلت بيتريس، وديفيز قتلت جيمس، وفيرا قتلت سيريل، وفيليب قتل 21 شخص من قبيلة إفريقية، وجون قتل هنري، وأنتوني قتل طفلين، وورجرف أعدم واحد ظلم، وتوم ومراته قتلوا جينيفر، وبينزلوا كلهم على الأوضة اللي في الدور الأرضي وبيكسروا الباب، وبيلاقوا الصوت طالع من أسطوانة مسجلة قدام مكبر صوت، وما بيفهموش اللي بيحصل ولا مين اللي بيواجه التهم ليهم، وبيتجمعوا كلهم من تاني وبيستنوا توم عشان يسألوه عن اللي حصل وعن السيد أوين مديره، فبيجيب لهم رسالة مكتوبة من أوين اللي هو ما شافوش أبدا، ومكتوب فيها إنه يشغل الأسطوانة وبس، ولو كان يعرف محتوى التسجيل ما كانش هيشغله، وخصوصا إن التسجيل بيتهمه بقتل السيدة جينيفر الست اللي كان هو ومراته شغالين عندها، وبيكون فعلا قتل الست اللي كان شغالة عندها وخبى جريمته بإتقان، وبيبدأ كل واحد فيهم إنه ينكر الجريمة الموجهة إليه، وبيقول لهم دكتور إدوارد إن لويس المتهم هو بقتله ده كان مريض عنده وكانت عمليته صعبة وإنه مات تحت إيده، عشان كده هو تم اتهامه بموته مع إن العملية كانت ليها مضاعفات خطيرة، وحاول بقدر الإمكان ينقذه ولكنه فشل، وبيتكلم جون وبيقول إن هنري كان ضابط عنده ومات أثناء تأديته واجبه في سبيل الوطن، وبيبدأ كل واحد فيهم إنه يدافع عن الاتهام المنسوب ليه، حتى فيرا بتقول إنها كانت هي المربية بتاعت سيريل وفي يوم نزل يعوم وما كانش المفروض ينزل البحر وغرق فيه ومات، وحاولت إنها تنقذه بقدر الإمكان بس البحر كان قوي، وبعد خبر وفاته اتدمرت والدته بسبب موت ابنها
الوحيد، والوحيدين اللي بيعترفوا بجريمتهم هم فيليب اللي بيقول انه قتل فعلا 21 شخص في افريقيا، وانتوني اللي خبط طفلين صغيرين بيعدوا الشارع في الليل وكانت فرصه تفاديهم معدومه وخبطهم غصب عنه. واثناء كلام انتوني بيفضل يشرب في الويسكي اللي في ايده لحد ما بيشرق جامد وبيتخنق فجاه وبيقع على الارض وبيموت فورا، وبيقل عدد الموجودين في القصر من 10 افراد ل 9 افراد. وبيرجع كل واحد على سيره، وبتكون روجر نايمه لوحدها وبتسمع حد بيخبط على باب اوضتها. وبيجي تاني يوم وبيصحى ادوارد على خبر موت السيده روجر في سريرها، واللي بتكون ماتت من ساعات على سريرها فعلا. وبيقل عدد الضيوف ل 8 ضيوف، وبتكون فيرا بتدور على ادوارد وبتساله عن حاله السيده روجر، وبيقولها انها توفت وفاه طبيعيه، فبتطلب منه يجي معاها على ترابيزه الاكل اللي كانوا قاعدين عليها امبارح. وبيظهر ان عدد التماثيل بقى 8 بدل 10، وبيقولها ادوارد ان اكيد في تفسير لاختفاء الاثنين التانيين. وبيكون ديفيد ساعتها عند جثه انتوني، وبيقدر يكتشف ان في ريحه سم خارجه من بقه مكان المشروب اللي كان بيشربه، وان انتوني مات مقتول مش مختنق. وساعتها بيكون الجنرال جون موجود على الشط مستني ان المراكب يجيله زي ما توم قال لهم، لكن مفيش حد بيجي، وبيعرف انه محبوس في الجزيره مع الباقي. وبيرجع بيلاقي فيليب قدامه بيقوله ان مفيش حد هياخدهم من الجزيره دي، وانهم بقوا زي الفران في المصياده، وانهم حاليا في الهدوء اللي قبل المذبحه. وبتكون فيرا هي الوحيده اللي مصدقه ان القصيده بتتحول لحقيقه، وان التماثيل اللي كانت على الترابيزه اختفى منهم اتنين بسبب ان اتنين من الضيوف ماتوا. وبتقول لهم ان القصيده بتقول ان اول جندي مات بسبب انه شارق زي انتوني، وتاني جندي خدوا النوم زي ما حصل للسيده روجر، وانها متاكده بان انتوني ما ماتش من مجرد شرقه، واكيد كان في سم في مشروبه. وبتتهم دكتور ادوارد ان هو اللي قتله لانه الوحيد اللي معاه شنطه مليانه ادويه، وفعلا بيفتشوا شنطته غصب عنه وما بيلاقوش الا ادويه بسيطه ما تموتش. فبيقولها ادوارد ان الدور عليها هي في تفتيش شنطتها، وبيفتحها وبيرميها على الارض قدامها كنوع من الاهانه ليها، وبيقولها انه دكتور وهي سكرتيره وملهاش اي حق تتهمه، وبيسيبها وبيمشي. وبتلم حاجاتها من على الارض، وبيكون الجنرال جون في اوضته وبيفتكر اللي حصل بينه وبين هنري الجندي اللي كان تحت ايده وكان بيبعته لمساعده مراته، واكتشف في جيب جاكيت هنري جواب غرامي من مراته هو، وبيعرف خيانته ليه وبيطلع المسدس بتاعه وبيقتله بيه. وبعدها بيروح يقعد قدام البحر وهو مستسلم لنهايته. وبتجيله فيرا وبتساله لو كان جاهز شنطته ولا لا، لان اغلبيه الموجودين جاهزين على المغادره وانهم مستنين المراكبي عشان يمشوا من الجزيره المشؤومه دي، لكنه بيقولها ان محدش هيمشي من الجزيره دي، وانهم وصلوا خط النهايه خلاص، ولازم كل واحد يستسلم لمصيره، وانه متاكد ان محدش هيجي ينقذهم وياخدهم من الجزيره دي. بس فيرا بتفضل متفائله ان المراكبي هيجي لهم، وبترجع القصر مع باقي الضيوف وبتسيب جون قاعد لوحده. وبيكون فيليب واللي معاه بيدوروا في كل حته في البيت عشان يلاقوا اوين اللي جابهم الجزيره دي، لانهم بيخمنوا انه موجود معاهم وبيراقبهم من مكان خفي، لكنهم مش بيلاقوا حد في القصر. وبتكون فيرا قاعده مع ايميلي مستنيين اي اخبار عن المراكبي، وبتتكلم ايميلي عن بيترس وهي بتعمل التريكو اللي بتستمتع بيه، وبتطلع البنت اللي كانت شغاله خادمه عندها وكانت بتحبها، بس بيبقى واضح ان في علاقه غريبه ما بينهم، لحد ما في يوم بيتم اكتشاف ان بيترس حامل، وساعتها والدتها بتطردها بره البيت لانها جابت العار لعيلتها، ده غير ان ايميلي كمان رفضت انها تفضل قاعده في بيتها ورمتها في الشارع وهي حامل، وما استحملتش بيترس اللي حصل لها وانتحرت ورمت نفسها قدام قطر، وانه مش ذنبها ان بيترس غلطت وضعفت وموتت نفسها. وبتقول لفيرا تطلب لها شاي، وبتفضل قاعده لوحدها لحد ما بتلاقي الطيور متجمعه على حاجه ورا الصخور اللي قدامها، فبتتحرك على الصخور وبتلاقي ان جنرال جون مقتول قدامها، وبيقل عدد الضيوف من 8 ل7 افراد، وبيتم نقله فورا جوه القصر. واول ما بتشوف فيرا مقتول قدامها بتجري على تماثيل الجنود وبتلاقيهم قالوا تمثال فعلا، وبتتاكد هي والقاضي وارجريف ان ليهم علاقه ببعض، وبتجري على البحر وبتحاول انها تعوم وتهرب من الجزيره وهي بتفتكر اللي حصل لسر الامامات غرقان، لكن وارجريف بينادي عليها وبيقولها انها لازم ترجع فورا والا البحر هيسحبها، وبيشدها من البحر وبيرجع بيها للقصر. وبيتجمعوا كلهم في اوضه وبيقول لهم ديفيز ان اكيد في صله ما بينهم، علشان كده بيتصف واحد ورا التاني واكيد في سبب. وبيسالوا فيليب عن سبب وجود مسدس معاه، فبيقول لهم انه تعين بالظبط زي ما فيرا تعينت من نفس مكتب التعيين، لكن الموظف ساعتها قال ان الوظيفه ممكن تحتاج عنف وليه كامل الحريه في التصرف لمعالجه الامور ايا كان اللي هيحصل. فبيفهم من تلميحات الموظف انه محتاج مسدسه يكون معاه عشان لو احتاجه، ولو ما احتاجوش مش هيستخدمه. وبيقول كل الموجودين ان الجواب اللي استلموه كان موقع من نفس مكتب التعيين، لكن كل واحد بيكون لسبب شكل. فمثلا القاضي وارجريف اتقال له ان ليه صديقه قديمه عايزه تقابله، والسيده ايميلي اتقال لها انها هتيجي تدرب بنت على عادات العائلات المرموقه، وديفيس اتقال له ان في واحد من الضيوف تبع تنظيم خطير وكان جاي عشان يكتشف مين الخطير ده، وبيكتشف ان كلهم موجودين لاسباب مزيفه، وكان القصد من الجوابات هي تجمعهم تحت سقف واحد والقضاء عليهم بالترتيب لاسباب مجهوله. وبيقدر وارجريف يقول لهم ان اوين شخص ملوش وجود اصلا، وان الجنرال جون كان عنده حق اما قال ان القاتل على
الجزيرة وإنهم في النهاية لأن القاتل هو واحد منهم هنا لكنه مختفي، وكل أصابع الاتهام بتروح ناحية توم رئيس الخدم لأن الوحيد اللي بيظهر وقت الأكل وبيختفي باقي اليوم، وأكيد معاه كل الوقت عشان يحضر لقتلهم واحد ورا التاني. فبيدخل عليهم توم وبيقولهم إن الغدا هيبقى قطعة لحمة باقية في التلاجة وإنه هيكون في المطبخ بيجهزها، لكن بيروح المطبخ وما بيلاقيش اللحمة في مكانها وكأنها اختفت، وبيرجع كل الضيوف على أوضهم وبيستخبوا فيها عشان ما يدخلش القاتل عليهم ويقتلهم. وبتكون إيميلي أكتر واحدة خايفة من القاتل وبتفضل طول الليل تصلي، وبتشوف بيترس اللي هي كانت سبب في موتها جنبها وبتخاف أكتر وبتعرف إن ذنبها بيطاردها. وبيعدي الليل وبيصحوا كلهم على صريخ وزعيق من إدوارد بعد ما لقى توم ميت على أرضية المطبخ وجنبه الفاس اللي اتقتل بيه، وبيتجمعوا كلهم جنب جثة توم وبيقولهم إدوارد إن القصيدة بتقول إن في 7 جنود بيقطعوا الخشب وواحد فيهم قطع نفسه النصين واتبقى 6 جنود، وده نفس اللي بيحصل معاهم. وبيصدق إدوارد كل الكلام اللي فيرا كانت بتقوله، لكن بيقول لهم إن السيد أوين غلط لأن الجندي الجاي المفروض يموت أما نحلة تلدعه ومفيش نحل موجود على الجزيرة، وبيحاولوا كلهم إنهم يهدوا بعد اللي حصل. وبتعمل فيرا قهوة لإيميلي عشان تهدي أعصابها بيها بعد ما شافت جثة توم قدامها، وبتقولها إيميلي إن بكرة الصوف بتاعتها ضاعت منها ودي كانت أكتر حاجة بتهدي نفسها بيها، وبيبان إنها خايفة تشرب القهوة اللي فيرا عاملها لها لا يكون فيها السم. وبيبدأ كل الموجودين يشكوا في بعض، وبتروح فيرا تنضم لإدوارد وورجريف في أوضة السفرة، وبيبان إن التماثيل بقوا 5 مع إن المفروض يكونوا 6 لكن محدش بياخد باله. وبتروح فيرا تعمل قهوة تاني ليهم لحد ما يجي وورجريف وراها، وبيقول لها إنها محتاجة ترتاح شوية وهو هيقوم بالمهام المنزلية بدلها. وأثناء مشيها للأوضة بتاعتها بتفتكر إنها تعدي على أوضة السفرة وتعد التماثيل، وبتروح للتماثيل وبتلاقيهم بقوا 5 فعلا، وبتفتكر مين ممكن يكون ميت وآخر حد شافته، فبتنادي على كل اللي في البيت وما بيتجمعوا بيكونوا ناقصين واحدة وهي السيدة إيميلي، واللي بتكون مطعونة بإبرة التركوب بتاعتها في حنجرتها وميتة قدامهم كلهم، وبتموت رقم 6 وبيتبقى 5 أفراد بس في القصر. وبعد ما بينقلوا جثة إيميلي لأوضتها كل واحد بيرجع من تاني لأوضته عشان يغير هدومه، لكن بيلاقي فيليب إن في حد دخل أوضته وسرق منها المسدس بتاعه، وبينزل يستجوبهم كلهم إن في حد سرق مسدسه وكل واحد بيشك في التاني، وبيلجأوا إنهم يفتشوا أوض بعض بكل اللي فيها عشان يلاقوا السلاح، لكن ما بيلاقوهوش في مكان، وبيتجمعوا كلهم في أوضة السفرة عشان ياكلوا أكل معلب لأنه الحاجة الوحيدة الأمان عندهم، وبيكون قدامهم فروة دب مفروشة على الأرض، وبيبان إن المسدس والمفتاح الرئيسي محدود في الدب ومحدش واخد باله منه، وبيفضلوا كلهم قاعدين بيفكروا في ماضيهم، وبتفتكر فيرا أما كانت بتحب هوج وعم سيرل، وإن والد سيرل متوفي وساب مراته أرملة وراه، ولولا سيرل كان هوج هيورث كل الفلوس بتاعة أخوه، وما كانش هيبقى معرض للإفلاس وتدمير مستقبله بسبب الديون اللي عليه، وإن لولا ولادة سيرل هوج كان زمانه من أغنى أغنياء المدينة. وبعد ما بتقوم من وسطهم بتروح على المطبخ تعمل شاي، لكن كلهم بيروحوا وراها عشان ما يبقاش فيهم حد واقف لوحده ويبقى عرضة للقتل. وبيسألوا القاضي عن الشاب اللي هو متهم بقتله، فبيقولهم انه كان قاتل مختل عقليا ساب وراه المذكرات بتاعته وكان دليل اساسي في ادانته، مع ان كل الصحافه كانت بتنادي ببراءته الا انه حكم عليه بالاعدام وراح يشوف اعدامه وهو بيتشنق، وساعتها المجرم طلب ان وشه ما يتداريش عشان يخلي وارجريف يشوف ملامحه وهو ميت، وتعدم وهو مبتسم لانه في وجهه نظره كان بيضحك في وش العداله وبيسخر منها، ومن ساعتها وهو بيطارده وبعدها بيستاذنه انه هيروح يقرا كتاب عشان يهدي اعصابه. وبيتكلم إدوارد عن وارجريف مع الباقي انه شاف عدد كبير من عمليات اعدام المجرمين قدامه، وان ده ممكن يكون سبب في موت روحه بالتدريج، وانه قادر يقتلهم بالتدريج ويفضل بالبرود اللي هو فيه ده. وبتفضل فيرا شارده وهي في وسطهم وعماله تفتكر اللي حصل لسر لما مات غرقان، ومن كتر الارهاق الفكري اللي هي فيه بتستاذنه وبتطلع اوضتها عشان تاخد المهدئ بتاعها، لانها بدات تتخيل سر انه حواليها في كل مكان، وبتتخيل انه بيحاول يخنقها ويقتلها زي ما قتلته وبيغمى عليها، وبتفوق وكله حواليها بيحاول يفوقها وبيجيب لها ديفيز ويسكي تشربه لكنها بترفض لانها مش واثقه فيه. فبيروح فيليب لوحده ويجيب ازازه ما اتفتحتش لسه وبيرجع لهم تاني، وبيشوفوا انهم محتاجين يطمنوا على وارجريف ضروري، وبيلاقوه ميت برصاصه في راسه وبيخمنوا انه انتحر بالمسدس بعد ما لقاه، وبيشيلوه من مكانه وبيغطوا راسه ويسيبوه، وبيروحوا على التماثيل 5 وبيلاقوها قلت 1 ومش فاضل غير 4 تماثيل على عددهم، وبيقرروا انهم يستمتعوا بوقتهم بما انهم كده كده ميتين، وبيفضلوا يشربوا ويسكروا ويرقصوا وبيجيبوا المخدرات اللي كانت مع انتوني، وبعدها كل واحد بيرجع اوضته عشان ينام، وما بيقدرش ديفيز ينام بسبب الذكريات اللي بيفتكرها عن جيمس المسجون الشاب اللي كان تحت ايده ودخل عليه الزنزانه وفضل يضرب فيه لحد ما مات، وبيحاول يفوق من ذكرياته اللي عمله لحد ما بيسمع ان في حد بيجري في القصر، وبيلاقي ان إدوارد هو اللي قرر يهرب من القصر،
فبيخبط على فيليب عشان ياخده معه ويطارد ادوارد، وبيلاقيه موجود في اوضه فيرا وبيقولوا لها تقفل على نفسها اوضتها كويس، وبتفضل لوحدها وبتفتكر اللي حصل لها بعد ما السر الغرق وفشلت في انقاذه، وانها خسرت هوجو حبيبها بعد ما السر مات لانه اخذ مرات اخوه وسافر بره البلد وسابها لوحدها، وبتفضل قاعده محبوسه في اوضتها لحد ما بيجي لها فيليب وديفيز وبيقولوا لها انهم رجعوا البيت وما لقوش ادوارد في الجزيره. وبيرجع فيليب اوضته بيلاقي ان المسدس محطوط على السرير بتاعه، فبيتجمعوا كلهم تحت عشان يخمنوا مين اللي حط المسدس على سريره، وبيبان ان كل التماثيل بقت 3 تماثيل، وبنفهم ان ادوارد كده اتقتل وجثته اختفت وانه مهربش من الجزيره، لكنهم بيخمنوا ان ادوارد هو اللي ورا كل ده وانه بس اختفى من قدامهم عشان يكمل قتل فيهم. وبيفضل ديفيز يفكر في اللي هيحصله لحد ما بينهار وبيعترف انه قتل جيمس فعلا في الزنزانه، وفضل يضرب فيه لحد ما دهس وشه لدرجه ان والدته ما بقتش قادره تشوفه عشان تودعه، وبيفضل يعيط على اللي عمله وعلى اللي هيحصل له. وبيحاول فيليب انه يقويه وبيقوله ان محدش هيموت فيهم وانهم ممكن يولعوا في اي حاجه على الجزيره عشان النار او الدخان تلفت انتباه اي حد حواليهم سواء على المينا او في البحر، وكلهم بيتحركوا على طرف الجزيره. لكن اثناء خروج ديفيز من البيت بيسمع صوت خبط من الصاله وبيتاخر عليهم لانه بيروح على مصدر الصوت، وبيلاقي قدامه حد لابس فرو الدب المفروش على الارض، وساعتها فيليب وفيرا بياخدوا بالهم ان ديفيز اختفى وبيرجعوا بسرعه على القصر عشان يدوروا عليه، وبيلاقوه مقتول قدامهم بسكينه وفرو الدب مرمي عليه. وبتقول فيرا ان القصيده بتقول ان 3 جنود كانوا ماشيين في حديقه الحيوان وفي دب حضن واحد فيهم وبقى اللي فاضل 2 بس، وبيقل عددهم من 3 افراد لفردين في القصر، والتماثيل بقوا 2 قدام بعض، وبيجروا تاني على طرف الجزيره. فبتاخد فيرا بالها ان في حد ميت ونايم على ظهره بعيد عنهم، فبتنادي الفيليب وبينزلوا ناحيه الشخص الميت وبيلاقوا الدكتور ادوارد اللي كانوا فاكرينه ورا كل اللي بيحصل مقتول قدامهم. فبيرجع فيليب تاني لاعلى نقطه، بس فيرا بتقول انهم ما ينفعش يسيبوه كده ولازم يدفنوه بشكل لائق، فبيحط مسدس في ظهره وبيتحرك ناحيه ادوارد، فبتسرق المسدس منه وبتقول ان هو السبب في كل اللي بيحصل وان هو اللي بيقتل في الناس، واكيد هو اوين اللي جابهم على الجزيره اصلا لان مفيش غيرهم هما الاثنين، وهو المجرم اللي قتل 21 شخص بدم بارد، فاكيد سهل يخطط لموت 9 في جزيره واحده. وبيفضل فيليب يقنعها انه مش هو اللي بيقتل فيهم وبيحاول ياخد منها المسدس، لكنها بتضرب طلقه من المسدس وبتيجي في كتف فيليب، واول ما بيبعد عنها بتفضل تضرب فيه بالمسدس وبتقتله. وبنرجع بالزمن لحظه ما حصل مع فيرا تحقيق اعتيادي في غرق سيريل، وقالت فيه انها كانت بتجيب الكوره عشان تلعب معاه، واما لفت عشان تدور عليه لقيته جري ناحيه البحر وجريت باسرع ما عندها عشان تنقذه من الغرق، ولكنها فشلت وكان غرق ومات. وبيكون هوجو سمع كل اللي بيتقال في التحقيق وبيستنى فيرا تخرج من التحقيق، وبيقول لها انه كان شاكك فيها انها السبب في موت سيريل عشان هو يورث كل الفلوس، لكنه بعد ما سمع شهادتها اتاكد ان هي اللي موتته وسابته يغرق في البحر، وده لانه شافها بتجري قدامه وبتعوم قبل كده، وعارف انها سريعه جدا وسباحه شاطره وانها هي اللي كسلت، وممكن تكون اتمشت لحد البحر كمان عشان يكون سيريل غرق، ولو فاكره انها عملت كده عشان تبقى غلطانه لانه مستحيل يكمل مع واحده قتلت ابن اخوه، ولو في ايده دليل كان حبسها واعدمها كمان، وبيطلب منها انه ما يشوفهاش تاني قدامه. وبيكون فعلا ده اللي فيرا عملته، وهي اللي قالت له يسبح ناحيه الصخور الكبيره اللي في نص البحر، وما نزل ما حاولتش تنقذه في سبيله انه يموت وهوجو يورث كل الفلوس، وساعتها يتجوزوا ويبقوا اغنياء سوا. وبتفوق فيرا وهي على البحر وفيليب ميت قدامها بعد ما قتلته، وبتشوف سر قدامها وبياخدها من ايدها ناحيه القصر لاوضتها، وبتلاقي ان حبل المشنقه موجود في اوضتها جاهز ليها والكرسي محطوط تحته، وبتطلع على الكرسي وبتلف حبل المشنقه حوالين رقبتها، وبتكون فاكره ان هوجو حبيبها السابق هو السبب في كل اللي بيحصل ده، لحد ما بتلاقي ان باب الاوضه بتاعتها بيتفتح وبيدخل منه القاضي وارجريف واللي المفروض يكون ميت عن طريق ضرب رصاصه في راسه، واول ما بتشوفه بتحاول تنزل من على الكرسي بس الكرسي بيفلت من تحت رجليها وبيقع بالعرض، فما بتقدرش الا انها تسند عليه باطراف صوابعها، وساعتها بتتاكد ان هو القاتل اللي بيدوروا عليه من الاول. فبيقولها ان نهايه القصيده بتقول ان اتبقى جنديين، واحد فيهم اتصاب بضربه شمس على البحر واتبقى جندي وحيد فراح شنق نفسه، وبعدها ما اتبقاش حد من العشر جنود. وبيقول لها انها لو حابه تعرف هو عايش ازاي، فالدم والاشلاء اللي كانت على الحيطه وكانوا فاكرينها دمه دي كانت قطعه من اللحمه المفقوده اللي اختفت من ثلاجه توم، وان ادوارد كان حابب يعمل تحالف معاه عشان يكتشف مين القاتل، وساعتها هو اتفق مع انه يمثل موته ويقول عليه ميت عشان يفضل مختفي وعلى اساس انه بيدور على القاتل، بس ادوارد ما عرفش ان وارجريف هو القاتل نفسه وانه ساعده على التخفي، ده غير انه قدر يجمعهم كلهم في مكان واحد وقضى عليهم واحد ورا الثاني. وبيقول لها ان الجريمه بقت كامله قدام الشرطه لانها الوحيده اللي شنقت نفسها بعد ما قتلت الكل، وانه كده كده مريض بالسرطان وهينتحر وهيقتل نفسه، وبصمتها هي اللي على المسدس فهيعترف انها هي اللي قتلت التسع اشخاص. فبتقول ان المسدس كل رصاصه خلص لما قتلت بيه فيليب وما تبقاش رصاص يقتل نفسه بيه، وانه لو انقذها ممكن يلفقوا الجريمه لفيليب ويقولوا انهم قتلوا فيليب كدفاع عن النفس، وانهم زي ما صدقوها في موت سيريل هيصدقوها في موت فيليب. فبيقوم من على الكرسي اللي هو قاعد عليه وبيشد الكرسي من تحتها وبيشوفها وهي بتموت قدامه، وبيقول لها انها نسيت تحسب
بالرصاصة اللي المفروض ضربها على نفسه في تمثيليته، وبيخرج من الأوضة وبيكون لابس جوانتي وبيعمر المسدس بتاعه، وبيقعد على السفرة اللي اتجمع عليها العشر جنود من تاني وبيضرب نفسه بالمسدس وبيموت، وبيكون نجح انه ينتقم من 9 أفراد ارتكبوا جرائم قتل وهربوا منها، وهو اللي حقق العدالة بنفسه. الفيديو ده كتبه يوسف إبراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكرتون. سلام.